لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله، هل لك سر عند الله؟
السوريين هيك ولا في مثل بيقولوا الافضل انه ما يطلعوش عن مشاكل عشان قصص انه هذا شيء بخص بالفعل انه شيء بخص تركيا يعني ما بس الاجانب انه يعطوا رايهم او عملوا هيك او يجاكروا او يحكوا اي شيء او يغيظوا ابدا 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 لانه هذا كثير متوجه بالنسبه لهم متوترين يعني بتمشوا هلا بالشارع هيك بحسوا العالم كثير متوجه خصوصا هلا في بدايه السنه طالعين لسه ما بلش بس هلا بعد فتره بلشوا هيك بيعلنوا عن الساعه 6 المساء نتائج اوليه انه هيك كنسبه مئويه من فتح الصناديق بعدين الساعه 9 بوقت ابدا